السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من كارير ليستر. طيب يا شباب، جينا لاخر حلقه خلاص في الموسم ده، يعني شهر ابريل كله هناخده ان شاء الله في الحلقه دي، وهناخد شهر مايو كله برضو. طبعا شهر ابريل ماتش بورنموث وماتش برينفورد مش هيكونوا اقوياء قوي يعني زي بقيه الماتشات، فهنعملهم سيموليشن عشان مده الحلقه ما تطولش معانا قوي. لكن ماتش تشيلسي وماتش وولفرهامبتون هنلعبهم، وماتش ليفربول اكيد، واستون فيلا وسيتي اكيد برضو، وهيكون اخر ماتش معانا في الحلقه ماتش ويست هام. بس قبل ابدا الحلقه، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وتشير الفيديو مع اصحابك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف الحلقه فيها ايه. طيب، اول ماتش معانا كسبناه 3-1 قدام بورنموث، اللي جاب الاجوان ماديسون جاب جونين وداكا جاب جون من ضربه جزاء. ندخل بقى ماتش تشيلسي، ربنا يسهل، ماتش صعب قوي ده هنلعبه في الحلقه طبعا. محتاجين نكسب الماتش ده، يعني محتاجين ان شاء الله الثلاث نقط بتوعه باي شكل من الاشكال يعني. طيب، عشان بس تبقى انتوا في الصوره كده فاهمين الدنيا ماشيه ازاي معايا، يعني ليستر في المركز الثامن، محتاجين نكسب الماتش ده عشان نتاهل او نقرب من مركز اوروبا ليج بشكل كبير، وربنا يكرم ان شاء الله. لكن المشكله ان قبل تشيلسي اول الدوري، وتشيلسي بينافس على الدوري، فطبعا اكيد هو مش عايز يفرط في الثلاث نقط، فانا الم الماتش ربنا يستر ما يبقاش فيه فضيحه ولا حاجه، واتمنى نكسب وناخد ثلاث نقط ونتقدم مركز ولا اتنين في الجدول ان شاء الله. خطر الكره دي قوي، حلو قوي يا كوستا والله. تعالى تاني يا جوستن بقى كده، خش يا دايمي، ماشي يلا شوكين، خش خش انت، انتصر على والله، خش يلا، حلوه الكره دي، حلوه يا دايمي، فوق خالص، اوعى الواد زياش ده، الله يا كوستا، اضغط اضغطوا يا رجاله يلا، ما يشوطش، حلوه يا كوستا قوي والله. بص يا فاضل دقيقة، يعني انا لو خطفت ضربة جزاء ولا أي حاجة، يلا ونبي جول. طيب يا شباب، أنا بس من كتر انفعالي والله مش مصدق، يعني أنا بس شلت الكلام ده في المونتاج لأن انفعلت بشكل كبير، بس يعني أنا مش مصدق والله الجون ده، والله ما مصدقه، يعني احنا تكتيكيا أحسن منهم بكتير، مأمنين كويس الدفاع وماشيين كويس، فالحمد لله ربنا كرمنا بالجون ده. حلوة الكرة دي، يلا بارنس تقدر تخش، حلوة يلا دايمي، خلص الله يا دايمي، راجع توماس، حلو قوي فاول دي، حكم يا خبر ابيض، اوعى اوعى ضربة الجزاء، حلوة يا كوستا قوي، انا لما الكره دي حاسس انها فيها حاجه، عاش قوي، حلوه يا كوستا والله، ده بيهاجم يا جماعه، بينزل جواو فيليكس مكان الكوريه. طب اطلع لي يا شكون هنا عشان نطلع عليك كده في الكره دي، اوعى دي، اوعى الكره دي خطر، يا نهار ابيض على الكوره، يلا مانسو خش بقى، خش في المنطقه، مش وصلت، خش مين جاي، يلا داكا، خلص يا داكا، مندي جابها من قلب الجون، حلوه ماشي، لسه في لسه كوره في الملعب لسه، يلا سليمانة انتصر منهم والله، خش يا سليمانة، يلا الله على الجول ده، حلوه كاستانيا، ولسه منزله مكان الواتش كوين هو والله. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين دي التشكيل اللي لعبت بيه او الخطه اللي لعبت بيها قدام تشيلسي، خمسه في الدفاع واربعه في نص الملعب، مقفلين تماما عليهم كل مفاتيح الخطوره بتاعتهم، فقدرنا الحمد لله نحجم خطوره تشيلسي ونخطف بكام كره مرتده وقدرنا نكسب الحمد لله. يعني ما اعرفش انت بتصفر امتى، ايوه كده عاش يا رجاله، يعني اداء مقنع جدا ونتيجه الحمد لله، يعني زي ما كنتش احلى متوقع اوصل النتيجه دي بصراحه، اخرج كلين شيت قدام تشيلسي وقدام اقوى دفاع في الدوري كله، فالحمد لله على الثلاث نقط بصراحه يعني. طيب يا شباب، ندخل على ماتش برينفورد برضه، هنعمله كيك سيميليشن عشان نلعب بعد كده ماتش وولفز ان شاء الله، يعني بعد ماتش برينفورد ربنا يسهل، بس نكسب ما يخذلناش اللعيبه، عشان قلقان من الماتش ده كنت عايز العبه بصراحه، بس يعني ربنا يستر بقى ما نخسرش الماتش ده ولا حاجه. ماتش برينفورد الحمد لله كسبنا 3-2، نخش على ماتش وولفرهامبتون، هيبقى كده فاضل قدامنا ماتش وولفرهامبتون وليفربول واستون فيلا ومانشستر سيتي وويست هام، الخمس ماتشات دول مهمين جدا، لان اي نقطه نخسرها في الخمس ماتشات دول هتبعدنا بشكل كبير عن الهدف الاداره السنه دي والتاهل لليوروبا ليج. خطر دي، الكره دي حلوه، يلا يا رجاله طلعوا،
والله العظيم دي عاش. ماشي اطلع جوستن. خش يا شكوينو انت. يلا شكوينو. يلا خش. مش في صوت خش كمل. انت اسرع والله. يلا. هي. يا حكم ضربة جزاء دي ولا ايه دي؟ تعالى يا توماس. خش خش. يا خطر الكرة دي قوي. الكرة دي خطر بقى. جون. حلوة يا كوستا والله. طلع جوستن. معايا معايا ما تسيبوش. اضغط هنا بقى. خطر دي. جون. جابوا جون طبعا. اضغط هنا. يا نهار اسود على الكرة فيها يا جدعان. خطر الكرة دي. احنا هنشيل الكرة ولا ايه؟ عشى ومكانه. ايوه كده بقى اقطع كرة صح بقى. مش هيجيبوا التالت معقول يا جماعه؟ مش معقول هيجيبوا التالت يعني. اقفل يا توماس على سميدو ده. حلو يا كوستا والله. ايه يا جدعان الهبل ده يا جدعان؟ يلا حلو. ماديسون سيء اول ماتش ده للاسف. ماديسون يعني ضايع فوق خالص. لا يا حكم لا ما فيهاش حاجه يا حكم دي. يا رب يا كوستا. حلوه الكره دي. يلا ذاك. حلوه ذاك قوي. كمل بقى. حلوه يا ذاك والله. كره حلوه ايه. ضربه جزاء يعني. ما هي ضربه جزاء كفته وما نستحقش بصراحه ولا جون ولا اي حاجه في الماتش ده خالص يعني. حلوه يا تيرمانز. حلوه يا سليمانة. ضغط مش ممكن مش ممكن. ضغط مش ممكن. لا بجد والله يا جماعه يعني بجد والله العظيم السذاجه من مكانه بشكل مش طبيعي. وانا قلت هيشيل لنا الدفاع. فوق 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 خالص صح كده. والله العظيم يا كوستا شنه شنه الكره دي كوستا. طيب يعني نتيجه زي الزفت واداء اسفت من الزفت كمان. خلينا نتفق ان ماديسون هو ما بيكون في الفورمه ويكون فايق الفرقه بتتحرك، لان احنا الشوط الاول بمعنى الكلمه ما جيناش، والشوط الثاني يعني لحد اول ربع ساعه فيه الفرقه ما عملتش حاجه خالص ولا حتى بعد كده. طيب يا شباب ماتش ليفربول طبعا هنقابل فريق هو اول الدوري دلوقتي حرفيا، واكيد مش هيفرط في ولا نقطه لان سيتي وراه فرق نقطه بالظبط بينهم من بعض، فاكيد ليفربول عايز تكسب ماتش في ملعبها، فربنا يستر على الماتش ده. انا حاسس ان مش هنخرج بنتيجه كويسه فيه بصراحه. هاند بول يا عم. الكوره معانا يا عم. مش بعرف العب فاولات قوي بس يعني ممكن تظبط معانا والله. ضربه جزاء يا حكم. اطلع اطلع يا شاطر. حلوه يا شاطر. خش يا دايمي. يلا والله ممكن بقى. حلو يا ديمي والله. يلا يا ديمي. خلص يا ابني حرام عليك. يلا فيها والله. خلص يا ديمي. الله يا ديمي. واد اليسون قرد. حلو يا بارز والله. يلا والله ممكن فيها لو كانت جات لك دي. اقطع يا عم تلما تتفرج عليه. اوعى اخش فيها دي. يا نهار اسود على الكوره دي. حلوه يا كوستا. خطر الكوره دي قوي. حلوه يا كوستا والله. اقفل يا شوكينو. بص صلاح ما يعدكش. هيعديك اصلا انا عارف. انا خايف من ضربات الجزاء. انا الم من ضربات الجزاء والله. انا الان والله مش من ضربات الجزاء، الم من الكوره عامه. خش يا شوكينو. يلا حلو والله الكره دي. ده جاستن. يلا جاستن تلحق والله. خش حلوه يا راجل. خلص بقى
لا يا توماس ما يطلعش صلاح كده يا توماس. يا نهار ابيض على الكوره وضربه جزاء كمان، يعني حاجه تحزن والله. يلا يا كوستا، صلاح ما بيضيعش الحاجات دي. خش يلا يلا داكا، خش بتاعتك، خش يلا يا عم داكا، خلص يا داكا اخلص يلا، خش يا داكا بتاعتك يا داكا، وحط امك بقى يلا، لو جبتها كنت تفرق معانا جدا. يلا خلص، حرام عليك يا داكا والله، والله حرام عليك. بتاعك يا توماس ده صح يا توماس قوي. يا راجل وحشه دي قوي، هنديدي قوي. حلوه يا كوستا، يلا كره حلوه اهي، اظن الكره دي بقى المفروض جون بقى. يا راجل حرام عليك بقى، مش عايزه تخش بنت اللذينه. اليسون مش ممكن يا جماعه بجد، بتاعك يا جاستن، عش جاستن قوي ما فيهاش حاجه يا ابن اللعيبه. راجل حرام عليك بقى يا راجل بقى، خلاص حكم هيصفر خلاص، يعني ضيعنا فرص مننا كان ممكن نتعادل الماتش ده والله. طيب الواتش كوين ودلوقتي يعني مش خال عنده دم بقى، شايف الفرقه عماله تخسر والفرقه متبهدله واحتمال ما نخشش يوروبا ليج، جاي يقول لي انا مبسوط ان انا قاعد معاكم وعايزك يعني اوقع مع عقد جديد مع فريق ولفرهامبتون. هو كويس بصراحه الواد، يعني شال فتره ذا بايز بشكل كبير، بس هو اقل من طموحات النادي يعني، في الاخر انا جايبه اعاره عشان يعني من الاخر سد خانه يعني، مش اكتر من كده ولا اقل. ندخل على ماتش استون فيلا، ماتش بالنسبه لي طبعا يعني للاسف احنا حتى لو كسبناه مش هنطلع بره السابع، فدي حاجه طبعا يعني، بس هنرجع ننافس تاني، هيبقى فاضل ماتشين على نهايه الموسم وان شاء الله نحاول ننجز الموسم ده ونوصل في الخامس والسادس ان شاء الله نخش يوروبا ليج. يا جماعه فرقه استون فيلا يعني فيها شويه لعيبه، يعني الواد ويليامز بتاع بلباو ده تقريبا، ايناك ويليامز وبنيادر بتاع موناكو، غير طبعا كوتينيو وسان ماكسيمان واللعيبه بتاعت ودوجلاس لويز وكمان، فرقه جامده، فرقه ليها حق توصل يوروبا ليج يعني. ماتش صعب، ربنا يستر ما نخسرش الماتش ده. تعالى جاستن يلا خش، حلو الكره دي قوي. الله مادسون، يلا يا مادسون بقى اظبط يا مادسون وخد امك بقى. يا خبر ابيض على الكوره، اقفل يا جاستن، يا خبر ابيض على الكوره، اقفل يا انديدي. مش ممكن مش ممكن والله العظيم، ثلاثة مش ممكن بجد يعني. يا نهار ابيض على الكوره، ايه يا دايمي ده يا دايمي، فاول يا حكم دي. بص يعني هيلبسونا التالت، حلوه بمكانه قوي والله. ايه في الطب ده عشا كوستا، هو انا بص انا اتشيمت من ساعه ما انت قلت لي عايز تمضي قعد معانا. يا عم ركز في الملعب يا عم، فوق فوق خلي بالك. يا جدعان يا جدعان ركزوا شويه يا جدعان، هتعمل حاجه قدامي فيها، حد يخش طبعا يا جماعه. يا راجل خلص بقى. بص انا عارف ان الماتش صعب، عارف ان احنا يعني مطحونين بمعنى الكلمه، بس قدامكم فرصه والله العظيم ثلاثه ترفعوا راسي فوق ونقدم ماتش محترم ماتش قوي، بس جاستن بس تعبان قوي، انا هبدلك ب بودكاست تاني. يا عم سيونش ولا وحط امك بقى وانت ارتاح حلو بقى، يلا هو بقى تعرف تخش يا راجل خلص بقى. ايه في توماس، يا نهار ابيض حلوه، يا خبر ابيض على الكوره. يلا سليمان بقى اعمل حاجه يا ديمي، وحط امك يا ديمي مره بقى، ايوه كده يا ديمي يلا خلص يا ديمي خلص بقى. ليه يا توماس كده، ليه يا توماس كده، سبت مكانك وطلعت عشا وبمكانه قوي مفيش حاجه. حلو عديت حلو، يلا معايا توماس
يلا دايمي خش يا كاستاني. حلوه والله كانت راحه دي. ضربة جزاء يعني جون الشرف حتى ما نخرجش بالنتيجه دي. بس يا رب تيلمنز ما يضيعهاش. بس حلوه تيلمنز. يلا ذاك خش خش يا بارنز يا راجل خلص في. خلاص الماتش خلص. ما اقدرش اقول ان احنا يعني لعبنا واحد من اسوأ ماتشاتنا في الموسم ده. بقى لنا كام ماتش اصلا بنقدم المستوى الزفت ده خالص يعني. بنسبه كبيره احنا بره الاوروبا ليج السنه الجايه. طيب ماتش مهم جدا قدام مانشستر سيتي. للاسف يعني حظنا هنلعب هنلاعب سيتي في الوقت اللي احنا محتاجين نكسب فيه ماتش. يعني ما اعرفش اقول ايه بصراحه يعني. هل نقدر نكسب؟ ما اعرفش. الفرقه في اسوأ احوالها ومحتاجين الثلاث نقط عشان نتقدم مركز حتى نوصل حتى الكونفرنس يخش المؤتمرات دي ولا البطوله الجديده اللي موجوده في اليوروبا في اليوفا. ما اعرفش هنكسب سيتي ولا نعمل ايه يعني. ربنا يستر يعني. سيتي بتنافس على الدوري وماتش صعب. يلا حلوه يا ديني بس في البعيد هناك يا حبيبي. في انت خليك لماح في البعيد هناك خالص. يلا تيلمنز خش. يلا الله الجول ده. يلا تيلمنز خش. فين اللي جاي يا توماس؟ يا ساتر على الكره دي. حلوه كوستا. اطلع شاكينو مع انك طويل ممكن تنفعنا لو جت علينا ولا حاجه. يا نهار اسود على الكوره. اقفل يا تيلمنز. اقفل. طيب اقفل يا جدعان. اقفلوا. بقول لكم اقفلوا يا جدعان. راجع طبعا على بيجري تحت ده. جون. انا عارف انها جون والله. يعني اوباميكانو خيال مئات بمعنى الكلمه. ما اعرفش اوباميكانو انت يعني انت اتحسدت ولا في ايه مش عارف. كونتر اتاك حلو قوي. بس اخلص اخلص بسرعه يا ماديسون. كالعاده ديدي بيغلط. هيلبسنا جون طبعا. مش ممكن مش ممكن. امسك امسك. بص يا رجاله يا توما 2-1 فيها كلام ان شاء الله يعني. ممكن نتعادل باذن الله بس يعني نحاول نخطف الكره اللي هتجينا لان هي هتجينا كل واحده او كورتين بالكتير. فنحاول نركز في الفينش بتاعنا. ايه في الاوبا؟ والله العظيم نجم يا توماس. لا يا زونشو ما عنديش كده يا زونشو. بص خدك في ظهره ازاي؟ اخلص يا توماس. نفس غلطاتك يا توماس يعني. انت بتعمل الصعب كله. بتيجي بقى على الحاجات اللي هي البسيطه اللي هي اصلا بتبين لك اذا كنت كبير ولا صغير. حلوه يا ماديسون. خلص يا ماديسون خلاص. الحكم هيصفر كده كده يعني. مش فارق في حاجه يعني. طيب احنا كده يعني احتمال اصلا ما نخش الكونفرنس كمان. فما اعرفش يعني. ربنا يستر الاداره ما تمشينيش ولا حاجه. انا قلقان بصراحه. طيب يا شباب اخر ماتش في الموسم خلاص معانا يعني. ماتش قدام ويست هام يعني. الماتش ده لو كسبناه ان شاء الله ممكن نتاهل اوروبا ليج يعني. هيبقى صعب شويه بس يعني في امل في امل ان شاء الله باذن الله. لكن اي نتيجه غير الفوز بمعنى الكلمه احنا خلاص خرجنا بره اليوروبا ليج. والله اعلم بقى الاداره هتعمل معانا ايه. هتمشينا ولا هتشوف ان اداء الفرقه كان كويس برده مش اسوء حاجه يعني. اتمنى ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه وناخد الثلاث نقط باذن الله. هو كاونتر تاك 3-2. ارجع بسرعه مع البيج ده. حلو قوي الحمد لله. يا جاستن ما يكلكش كده يا جاستن. حلو يا سونشو قوي. اوعى دي بقى. صح اوبا. اوعى شوت. حلو يا كوستا والله. حلو يا دايما. خش يا شوكينو. هاند بول. يلا توماس خش. حلوة توماس قوي. الله الجول ده. انتوا متخيلين ده اول جول لتوماس في الموسم كله والله. لا يا توماس بقى مش عايزين جول بقى يخش فينا بقى. يا ساتر على الكوره. حلوه يا كوستا. هو هيطش في الجون دي. يا ساتر على الكوره دي. الخطأ دي جون. امسك يا كوستا. حلو قوي. مفيهاش اي حاجه. المفروض ان هو الكره دي ويصفر يعني. خلاص كده يعني الماتش خلص يعني.
يلا يلا زونشو صفر بقى حكم بقى مستني ايه طيب عشر رجاله يعني يا رب يكون بس اصلا خسر او اتعادل. طيب شكل الجدول خلاص ليفربول كسب البريمير ليج بفارق 7 نقط كامله عن مانشستر سيتي، ده شكل التوب فور ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي في التشامبيونز ليج. انا ما اعرفش مين بيخش اليوروبا خامس وسادس تقريبا والسابع كونفرنس، هل الثامن بقى يخش والسابع بيخش يوروبا ليج؟ مش عارف بصراحه انا الثامن بتلخبط فيها، لكن خلينا نشوف الموسم الجاي هيحصل فيه ايه. بس بشكل عام انا مش راضي عن اداء او قصدي عن على المركز بتاعنا بشكل عام، لكن الفريق يجي منه ان شاء الله يعني لو الاداره ما طردتناش ربنا يستر يعني ما نمشيش. الشكل الموسم الجاي ان شاء الله ممكن نوصل ونطور من مركزنا احسن من كده كتير يعني. طيب اللي هبط برايتون وساوثهامبتون وبورنموث. في كاس انجلترا وولفرهامبتون كسب ويست هام في النهائي، طبعا وولفرهامبتون رسمي في اليوروبا ليج كده، وولفرهامبتون في اليوروبا ليج غالبا ارسنال هيقلشوه كده. في الكاراباو مانشستر سيتي بيكسب توتنهام في النهائي برضو. طيب افضل اسيست في البريمير ليج هو ماديسون، عامل 12 اسيست في 38 ماتش، طبعا يعني نسبه كويسه جدا، وماديسون بصراحه كان عامل ماتشات كويسه بس هو ساعات بتخايش منه كده فبنلبس في حيطه احنا كفريق كامل بقى. احسن جول كيبر في الدوري الانجليزي ديفيد دخيا، ده فريق البطوله بشكل عام يعني اليسون احسن جول كيبر، توماس اختاروا توماس من احسن دفاع هو زيونشو، فدي حاجه كويسه جدا، اللعيبه دي بصراحه يعني اتطورت بشكل كبير يعني. روبرتسون افضل ليفت باك وجيمس افضل رايت باك، امال توماس بيلعب فين؟ ما هو توماس ليفت باك اصلا، ماشي ما اعرفش هم اختاروا عامه دول احسن لعيبه يعني. ستيرلينج من تشيلسي وانديدي من عندنا الحمد لله برضو كويس، فرنانديز من يونايتد وصلاح من ليفربول ونونيز وهاري كين. طيب اول ثلاث هدافين في البريمير ليج صلاح 26 جول ونونيز 24 وكين 22. افضل اسيست طبعا ماديسون 12 جول، جيسوس لاعب ارسنال 10 تجوال ونونيز 9 تجوال، يعني نونيز برضو جامد جدا، انا شايف ان هو احسن لاعب في البطوله كلها بصراحه يعني. احسن ثلاثه في الكلين شيت دخيا واليسون ورامز ديل، امال فين بقى الواد كوستا؟ فين كوستا في السابع؟ والله كويس كوستا برضو يعني اول موسم ليه وعمل سكور كويس يعني. طيب بالنسبه لدوري ابطال اوروبا، انتر بيفوز بالتشامبيونز ليج على بايرن 3-2، وفي اليوروبا ليج ارسنال كان قدامه فرصه كبيره يخش تشامبيونز ليج السنه الجايه لو كسب اشبيليا، لكن اشبيليا كسب 2-1 في النهائي. في الكونفرنس فياريال بيفوز على اندرلخت 3-1 في النهائي برضو. طيب يا شباب بكده نكون وصلنا نهايه الحلقه النهارده، لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وتشير الفيديو مع اصحابك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، سلام عليكم.